المهم اخوتي دابا غادي نسول عابر واحد السؤال محرج. يعني هي انا متاكد كانت تكذب عليا بزاف، ولكن فهادي ما غاديش تكذب عليا. المهم عابر، بغيت نسولك واحد السؤال. دابا انت عايش ترشيني تقريبا شحال الوقت؟ 4 mois. فهاد 4 mois كنتي تطلقي عليا بزاف كما تيقولوا. غير قولي لي داك الوقت اللي كنكون انا كنتسناك ملي كنكون عندي شي تورناج، وكتقولي لي انا في طاكسي وما كتكونيش في الطاكسي، فين كتكوني؟ فهاد القيصه كنكون يلاه كاين الفرقه. ملي كنقول لك انا في الطاكسي، ديك الساعه انا ما كنلبس الحوايجي ماشي في الطاكسي، يعني ما كنبغيش نقلقك، سي بو سا كنقول لك انا في الطاكسي. واش اخوتي اللي في طاكسي غادي تعطل ساعه على الروب؟ واش هي مازال في الدوام؟ انت نعيق بها. وملي تجي عندي التوراج ما تنقولش لا على فين كنتي، راه كتبدا انا عارفها كانت غير في الدار، وكتكذب عليا كتقول لي انا في الطاكسي. وبعض المرات تقدر توصل تقول لي انا ندوز لك من الطاكسي واخا هو ما حدا حتى شي واحد. السؤال الثاني هو سؤال غادي يكون محرج جدا جدا جدا، ديال واحد النهار كنت درت واحد الجيست وهي تقلقات عليا نسولو على دابا. ديك النهار كانت واحد البنت طلبتني على بيب في انستغرام، ياك؟ شنو الرياكسيون ديالك؟ انا عارفك شنو درتي ليا بالبالي، درتي ليا وداكشي، علاش درتي ليا ديك البلبال؟ علاش زعما تخاصمتي معايا على قبل ديك البيب؟ حيتاش ما عندكش الحق دير البنات لي بيب. هذا ما كان. دابا قولي الصراحه علاش تقلقتي ديك النهار وما بقيتيش كتهضري معايا؟ مابقيتش كنهضر معاك واقيلا دو جوغ، ياك؟ ما حملتش داك البنت ديال البوب سيتو صافي. ملي جيت دويش معاك عرفتك بلي كذبتي عليا، انت اصلا كذبتي عليا في واحد الحاجه، قلتي لي لا شدات التليفون ديالو وهي اللي دارت بوب راسها. والله حتى بصح هذه كذبه بيضاء. صافي عرفتك كذاب، صيفطت لك ميساج بلوكيتيني من انستغرام، ما دويتش معاك في واتساب، بلوكيتيني في انستغرام. صافي شويه دازت واحد نص ساعه ديبلوكيتيني، صيفطتي لي ميساج ياك الله يحييك في واتساب، ما صيفطتش لك ميساج. صالحنا ابخي دو جوغ غادي تصالحنا. المهم هذا ما كان. المهم اخوتي حنا شنو نتصالحوا شنو نتخاصموا حنا بحال هكا. السؤال الثالث اللي غادي نعطيه لك عابر، المهم هذا فري ماشي ضحك. الا جا شي نهار وتعرفتي على شي انسان او لا شي واحد وقال لك تفرقي على سفيان، يعني ما تبقايش تمثلي معاه، ما تبقايش تصوري معاه، ما تبقايش تهضري معاه، شنو غتكون الرياكسيون ديالك؟ بصراحه ما نقدرش نتفرق على سفيان، حيت فغي لقيت فيه شي حوايج زوينين، وماشي اول مره ولا ثاني مره يجيو عندي الاولاد ويقول لي تفرقي على سفيان، ما تبقايش تمثلي معاه، وليت تمثلي معانا حنا، نفوق بزاف ديال لي تروك. اين فوا كنت ساخ الخبر كنمشي عند سفيان نيسان وحدايا يقول لكم، كنقول ليها كاين هاكين هاكين هاكين، وصراحه ما نقدرش نتخلى على سفيان. ميرسي بوكو جوتام جوتام. سفيان اول سؤال عندي لك هو علاش كنتي واحد الفتره بنتي مع شيماء، واحد البنت بنتي معاها بزاف وجمعاتكم اعمال زوينه صراحه الله. ما عرفتش علاش تفارقتي معاها وما بقيتيش كدو معاها، ما بقيتيش معاكم حتى عملي، واش انا هو السبب مني دخلت زعما دخلت هاد الدومين تخليتي عليها، ولا تخليتي عليها قبل ما ندخل انايا هاد الدومين معاك؟ الصراحه ديك البنت اللي كانت خدمت معايا تقريبا عام ونص كانت خدمت معايا، شي حاجه بسيطه اللي خلاتنا انا ما بقيناش نتواصلوا، ما بقاش تصور معايا، مشكل بسيط وقع بيناتنا، ما بغيتش نخرج العيب ونبقى عاوتاني في ديك القضيه ديال انها تخاصم انا وياك عايرني نعايرك، خرجت من باب واسع ما بقيتش نهضر، عطيتها الاحترام حتى هي احترمتني. واخا كانوا كيجمعونا اعمال زوينه وحتى الناس ولاو كيسولوا عليها بزاف، ولكن انا ما نقدرش ندير شي حاجه اللي ما كنرتاحش ليها، يعني ما بقيتش كنرتاح انني نمثل مع ديك البنت، وهذا ما كان انت ماشي سبب، انت جيتي من بعد واحد الفتره ديال ما بقيتش كنلوح انا لي فيديو تما فين جيتي انت هي، دونك انت ما عندك حتى شي علاقه باي واحد، وحتى الا كانت يعني شي واحد غادي يجي يبغي يخلق لي مشكل معاك فغاديش نخليه وما غاديش نسمح ليه. دوزيام كيسيون، يعني
شي نهار اللي تصالحتو انت وهاد البنت تصالحتو ورجعتو كدو صافي عادي بيس كدو عادي يمكن لك ديك الساعه رجعت مثل معاها وستغنى عليا انا هادي من المستحيلات المستحيلات علاش حنت لحد الان انا ملي ما كتصوريش معايا ما كنصورش لا كنتي كتلاحظي اه كاينه ملي ما كاينين البنات اللي تيبغوا يصوروا معايا ولكن انا ما تنبغيش يعني انا كنبغي شخصيه واحده تبقى معايا كنتفاهم انا وياك في الافلام كنعرفوا يعني حتى الرجال يعني ما كنقولش لك السيناريو شنو ديري وكديري يعني ما نقدرش نستغنى عليك وحتى الا جاوا عروض من البنات واخا يكونوا زوينات حتى ماشي ديك الدرجه غير صوروا معايا ولكن ضروري ما تكون عابر بطاله ديال الفيلم سفيان في هذه العشيه مني كتنجي عندك يلا سقط الخبر باللي انت عندك واحد الميطاب في جديده وما قلتيش ليا حتى انا اللي كنصور معاك كيفاش البلان واو واو المهم اخويا زمتك فادي ما كنتش بغا نقول هادشي ولكن كاين واحد الميطاب بصح كاين جديده في شهر 12 ان شاء الله غادي يكونوا في يوتيوبر معروفين في المغرب غادي يكون في شخصيات كثيره بزاف غادي يكون الصحافه غادي تكون بزاف الناس هاد الميطاب غادي نجمعوا في البيبليك ديالنا وغادي نحاولوا اننا نعودوا على البدايات ديالنا كيفاش كانت ونشي بيان سير كنت غندير لك سيربريز ولكن دابا صدمتيني انت بيان سير غادي تكوني حاضره غادي تعطي شويه من داك الفن ديالك امام الناس كنت غنخليك مفاجاه تقريبا اول مره طالعي لاسينيك اول مره غادي تطلعي ان شاء الله غنطلع معاك سفيان مرحبا بجميع الناس اللي غادي يجيو مرحبا بيهم مرحبا بكم كاملين مور ويعني الناس كاع الناس تابعونا مازال كاين الجديد كنبغيكم بزاف